يعني هناك مدعي يدعي بحب الله تبارك وتعالى، لكن حب الله أبعد منه، ولذلك اسأله الآن تقول تحب الله؟ قال نعم. تصلي؟ قال لا. وين محبة الله إذن؟ تحب الله؟ قال نعم. تبر والدين؟ قال لا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بشغف، اللهم إني أسألك حبك، ما وقف، لأن في ناس يقولون حبك، وحب من يحبك، وحب عمل. يعني القضية مهي فقط اللهم ارزقني حبك، انتهت القضية، حبك وحب من يحبك وحب عمل، عمل يقربني إلى حبك. وأيضا تكملة الحديث عند الترمذي، اللهم إن أعطيتني ما أحب فاجعله عونا لي على ما تحب. الله، يعني إن حققت لي ما أحب يا رب، اللهم إني أحب الذرية، أحب المال، أرزقني فاغنني، إن أعطيتني ما أحب اجعلها يا ربي عون على أنها تكون سبب في أن أقرب أو أقترب إليك لأنك تحب ذلك. الله، الفتاة حينما تقول يا ربي أسألك العمل الذي يقربني إلى حبك، الحجاب يحبه الله؟ أكيد. إذن هل تحبين الحجاب؟ الحشمة والستر يحبه الله؟ نعم. هل تحبين ذلك؟ مجالس الصالحين، العلماء، بعض الناس مجالس اللغو ومجالس الغناء ومجالس أحب إليه كثيرا من تلك الأمور. وأيضا في آخر الحديث، اللهم وإن زويت عني ما أحب، لاحظ، فاجعل لي فراغا فيما تحب. الله. يعني أضرب مثال، لو واحد عقيم، اللهم ارزقني الذرية، اللهم أعطني الأولاد، لكن ما تحقق أن الله حقق لك ما تحب، فاسأل ربك أن يرزقك هذا الفراغ، لأن عندك فراغ من ناحيتين، من نوعين. الفراغ الأول، إن قلبك هذا الذي ملئ كان سيملأ حبا للأولاد، أن تقول يا رب هذا الباقي في حق أولادي فرغه لحبك. الله أكبر. أو هذا الوقت الذي ستقضيه في تربيتهم وفي تعليمهم وفي القيام على الأبناء، يا رب اجعل أيضا ذلك الوقت شغلا فيما يرضيك عني يا رب العالمين.